حروف المعاني هي حروف لها معنى ومعناها يقع في غيرها وليس في ذاتها. هي حروف قد تكون على حرف واحد مثل و ف الواو والفاء، باء بالله تالله، إذا الواو والفاء والباء والتاء على حرف واحد أهو كده، وقد تكون على حرفين عن من، وقد تكون على ثلاثة إلى على ثلاث حروف، وقد تكون على أربعة لعل أربع حروف لأنه الحرف المشدد يتحسب باثنين، وقد تكون على خمسة لكن، وليس هناك زيادة على الخمسة، هم لكن دي خمس حروف وهي حرف. الحروف دي حروف لها معاني، ما معانيها؟ فجلسوا يبحثون عن معانيها فوجدوا أنهم 56 معنى. ففي معنى الظرفية، فتقول مثلا نحن في الحجرة، أنت مظروف في الحجرة، أنت جوه الحجرة. وهناك معنى البداية من هنا إلى هناك، وهناك معنى الغاية إلى هناك، إلى المرفقين، يقول لك طب الغاية داخلة ولا مش داخلة، لكن إلى هنا يعني بتديني معنى الغاية. مثلا هناك معنى العلو على الكتاب، على المنضدة أو الترابيزة. طيب وفي التحضيض وفيه القسم وفي بالله والله تالله، أهي دي حروف قسم، فيه العطف وفي بس العطف هنا مطلق الجمع زي الواو، ولا مع التعقيب ولا مع التراخي زي ثم أو التعقيب زي الفاء أو كذا. 56 معنى بالشكل ده حصروا هذه الحروف وألف فيها المؤلفون. ومن أبدع من ألف فيها مثلا واحد زي ابن هشام، ألف كتابا أسماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. يعني لما نقرأ الكتاب بتاعه هنفهم اللغة العربية كلها، مش محتاجين الكتب التانية بقى، مش محتاجين الكتب التانية كلها. طبعا ما فيش لا يغني كتاب عن كتاب، ولكن هو فعلا كتاب ماتع وجميل، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وتكلم فيه بكلام واسع عن حروف المعاني.